النصر يعني. الرسمية بطولات النصر الرسمية 34 من الآخر من الآخر كم بتقول بطولات؟ احنا لما كنا موجودين أثبتنا أن في 35 بطولة لنادي النصر. بطولات النصر 36 بالمجمل يعني. سبعة تعرف إيش معنى الحين بعض الأسهم لما يقول لك نقية 37 بطولة نقية. بسكت أدوية. وأنه هنالك توثيق كامل للأربعين بطولة التي حصل عليها النصر. كانت 39 بطولة، البطولة الأخيرة كأس العهد هي المتمم للأربعين. هل النصر عنده 14 بطولة دوري؟ أنا ما أدري هو يقصد بطولة دوري ولا يقصد بطولة محلية. تسمعني محمد؟ لا والله ما أسمع. أنا يجي من بنقول. بس كان في خطأ بسيط في التقرير، هي 6 دوريات. نعم. إن شاء الله تصير 7 و8 و9 و10. البطولة الأولى كانت الدوري المشترك اللي هي فاز فيها نادي النصر، فتعتبر 6 بطولات دوري، وإن شاء الله تكون 7 و8 و9. نعم. على مين تلعبها؟ على مين يا ابن الناس؟ عيوني تعذبها ولا ترحم الأحسان.